هنروح لبريطانيا. السلطات البريطانية أعلنت حالة الاستنفار القصوى في العاصمة لندن لمواجهة الحرائق بعد ما سجلت بريطانيا أقصى درجة حرارة في تاريخها متجاوزة 40 درجة مئوية. طبعا المشاهد المصري يقول 40 ده احنا بنقعد ساعات في أكتر. أيوة هذه البلاد بلاد باردة، يعني بالنسبة لها درجة الحرارة أول ما تبقى 35-36 دي بالنسبة لهم عالية جدا، وده كان وسط مخاوف كبيرة جدا يعني من أجل تفاقم أزمة المناخ اللي كلنا بنتابعها في العالم. على مدار اليومين اللي فاتوا كانت بتحاول الحقيقة عناصر كثيرة جدا، عناصر الإطفاء، السيطرة على عشرات الحرائق حول لندن، بينما تعرضت زي ما أنتم شايفين الصورة الحقيقة ده موجود جدا في لندن، تعرضت عدة منازل للدمار والشكل كان غريب جدا. الصور كلها كانت بتأكد كمان أنه الحرارة حتى الشعب والناس ما كانوش مستحملين الحرارة. أولا أنتم عارفين الطبيعة الإنجليزية، البيوت معمولة للبرد وللأمطار الشديدة، فما فيش الشباك المصري المفتوح على مصراعيه، الشبابيك بتتفتح بشكل ضيق، فالدنيا الحقيقة الحرارة عالية جدا. مزيد من التفاصيل خلينا نروح إلى بريطانيا ونكون معاكم ومع الكاتب الصحفي محسن حسني، مدير منظمة لندن جرين بريدج لحماية البيئة والحد من تغير المناخ. خلينا نعرف هذه التفاصيل من أستاذ محسن. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا، مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المستمعين والمشاهدين الكرام. طمنا على الطقس، بتالي النهارده الجو تمام احسن والامطار شويه نزلت. والله الحمد لله النهارده في تحسن كبير جدا، درجه الحراره 27 تمام، امبارح كانت 40، يعني تقريبا 13 درجه انخفاضا عن الامس، وده خلى الناس يعني تشعر بمزيد من الطمانه، خاصة انه امبارح كانت سيارات الهليكوبتر الاسعاف والاطفاء تحوم في مناطق مختلفة حول لندن. انا شخصيا اعيش في غرب لندن، سيارات الهليكوبتر كانت شغالة للمراقبة لفترة طويلة، يعني بتدور حوالين المنازل للتأكد من عدم نشوب اي حرائق جديدة. وعمدة لندن بالامس اصدر تحذير شديد، ويعني كانت كل الأجهزة على أهبة الاستعداد ل يعني الإسعاف والإطفاء وكل كل الأجهزة المعنية. واضح الحقيقة الصور حقيقة يعني بالغة التعليق، يعني الصور كبيرة جدا بالحرائق، حتى الشارع البريطاني نفسه متغير والناس حوالين إذا كان في نافورة أو مية أو أي حاجة، الناس الحقيقة منتشرة هنا وهناك، لأنه كمان البيوت غير مستعدة لهذا الحر، البيوت صغيرة ومكتومة فما فيش هذا الحر. أنا عايزة أعرف من حضرتك صحيح. كمان يعني تقول لنا عن يعني هذه التغيرات، يعني كلمني ايه الشيء اللي انتم ممكن ترصدوه او ممكن تعملوه خلال اللي احنا شايفينه ده؟ يعني هي الحقيقه ان درجه الحراره كونها وصلت الى 40 درجه دي سابقه لم تحدث منذ سنوات، يعني كان اكثر ريكورد بريطانيا سجلته كان في 2019، كان درجه الحراره 38.2. بالامس وصلت الحراره 40 درجه، فكانت سابقه وكل الناس كانوا متخوفين، خاصه انه قبلها باسبوع حصلت حرائق في اليونان والبرتغال. طبعا ما هي واضح يا استاذ محسن ده تغير مناخي كلنا متابعينه، ومؤتمرات المناخ تكلمت عنه. انا عايز اعرف طيب التعويضات بالنسبه للناس، يعني هل هناك تعويضات، هل هناك حلول علشان يساعدوا الناس البيوت والمنازل اللي اتدمرت، يعني هيتعاملوا معاها ازاي؟ هي الحرائق غالبا يعني اغلبها كانت في الحدائق العامه، ويعني زي ما بيقولوا حضرتك هنا اللي هو الجرين بيلت اللي هو الاماكن الخضراء، حصل لها ان هي الحشائش فيها نشفت نتيجه الاحترار الشديد. هذا وترتب على ذلك بعد كده عدد من الحرائق، لكن المنازل يعني لا توجد يعني يعني معظم كان في الغابات او في الحدائق الكبيره يعني. طيب هل مثلا هل في يعني منظمه لندن جرين بريدج دي، هل هناك يعني انتم معنيين بحمايه البيئه ومع التغير المناخي؟ طبعا البيت الانجليزي او البنى الانجليزي ليه طبيعه تتفق مع الجو البارد، هل بقى في اطار التغير المناخي هيكون في بقى أماكن جديدة هيبدأ يبقى فيها تبريد، فيها طرق جديدة للبناء مختلفة؟
بالظبط، هو ده الاسلوب اللي بدا يعاد التفكير فيه، لانه طبعا هذا البلد كما تعرفون هو بلد من البلاد البارده جدا اغلب يعني اشهر السنه. الصيف المعتاد عندهم هو كان عباره عن شهرين اثنين بس، وكانت الحراره لا تتخطى 34 درجه يعني. دلوقتي الدنيا اتغيرت نتيجه تغيرات المناخ وتدحرج حزام المطر والحرائق اللي بتتكرر كل سنه. بدأت الناس تعيد التفكير في مسألة البيوت، حتى البيوت اللي هي قبل كده كانوا دايما البيوت مبطنة بالأخشاب صحيح. من أجل الحماية من البرد، دلوقتي بدأوا يتكلموا إنه ده ممكن يزود مخاطر الاحتراق وكذا، فبالتالي خصوصا لو كانت يعني بالقرب من الحدائق والغابات تبقى معرضة بشكل كبير يعني. طيب احنا نتمنى الامن والسلامه، وانه الجو بما ان درجه الحراره بقت 26 فاحنا هنسيبكم في امان وسلام لحد ما يكون كلنا العالم كله لازم يعيد الحقيقه ترتيب الخريطه المناخيه، لان الدنيا بتتغير في كل مكان. استاذ محسن حسني مدير منظمه لندن بريدج لحمايه البيئه والحد من تغير المناخ، بشكرك شكرا جزيلا، كان معنا من بريطانيا.